امان، حتى وانت على المعبر خايف. يعني احنا جايين على المعبر قصفوا شارع رفح وصرنا نصوت، يعني احنا جايين على المعبر انه خلص امان، فيش امان في كل غزه على الفاضي. وين ما نروح قصف، عياط، صوات، دم، جد الواحد مش عارف ايش يعمل. وجايين وعارفين مش يفتحوا المعبر يعني، ولا مساعدات، إن 8 أيام أقسم بالله لا كهرباء ولا مية ولا نت، لا قادرين نتواصل ولا قادرين نعرف إيش فيه، عن جد يعني هي مش حياة. And I came to visit my family, my sister, my brother, and I just like before the war, like couple days, and I wanna spend like two weeks with my family here and enjoy. I enjoy here with the world. With the world, I can't sleep. Lot of bomb. No water, no food, no nothing, no life here, no life.